في صعدة دمرت الطائرات السعودية بأربع غارات منزلا ومحطة بترول في منطقة آل عقاب بمديرية سحار، واستهدفت بغارة أخرى محطة في مفرق الحمزات محدثة أضرارا في المحلات والمنازل المجاورة. تواصل مقاتلات النظام السعودي قصفها لمحافظة صعدة، فقد عاودت قصف محطات البترول استمرارا للحصار واستهدافا لمقدرات الناس ومصالحهم. هذه محطة بترولية في مفرق الحمزات بمديرية سحار قصفت بغارة دمرت المحطة بالكامل وأحدثت أضرارا كبيرة في المحلات والمنازل المجاورة لها. هذه كانت محطة بترول طالبين الله فيها، بعدها جاء سلمان وضربها، ودالحين احرق علينا ديواننا وكسر علينا ديواننا واحرق المحطه، فيها باقي ب 10 مليون بترول، وذا الحين ما معنا وين نروح، مع بلا بار نروح الجبهه انتقاض بحقنا. كما قصفت مقاتلات النظام السعودي محطه بتروليه اخرى ومنزلا في منطقه ال عقاب بمديريه سحار باربع غارات دمرت بالكامل واحدثت اضرارا في الطريق العام والمحلات المجاوره. هذا العدوان الغاشم الامريكي السعودي سلمان ضرب على نافه محطة فاضي وبيت مواطن في آل عقاب، فلكنه جبان له كفو يلقى الجيش والجنة الشعبية في الحدود، ما هو يتعدى على المواطنين وعلى المزارع. هكذا يصنع نظام آل سعود عندما يجر أذيال الهزيمة في جبهات القتال ويعبر عن فشله وعجزه بقصف مصالح الناس واستهداف منازل المدنيين. إن هذا لا يجدنا إلا قوة وعزم وثبات، فلماذا تستهدفون المحطات؟ فلذلك نقول لكم إن احنا سوف نذهب إلى الجبهات، نرفد الجبهات بالأموال وبالرجال. كل يوم يصحو أبناء محافظة صعدة ويشاهدون دمارا وخرابا بقصف مقاتلات النظام السعودي واستهدافا للمنشآت الخدمية والمحطات البترولية والخطوط والأسواق. وعلى الرغم من ذلك إلا أن أبناء المحافظة يستمرون في ممارسة حياتهم اليومية، لأنهم يعلمون أنه سيأتي اليوم الذي سينتصر فيه اليمن. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة. استشهد وجرح